Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitihi ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان سيدنا علي بن أبي طالب ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة صاحب المولود الذبائي شيخ عبد الرحمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي توشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي آجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك السلام عليك.
السلام عليك لقد جاءكم رسول من أنفسكم
أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبهه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والدائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أدار بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخوعا وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنتم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنينه المطالب فلو رأيت الخندام كياما على الأقدام وقد جادوا من دموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآمق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من التين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب
قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجده بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم
علامة بين يدي القيامة، في ظهره علامة تدله الغمامة، تطيعه السحائب، فجري الجبين ليلي الذوائب، ألفي الأنف ميمي الغمنني الحاجب، سمعه يسمع صرير القلم، بصره إلى السبع انتباق ثاقب، قدمه قنبلهما البعير، فأزال ما اشتكاه من المحان والنوائب، آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار، وخاطبته الأشجار، وحن إليه الجذع حنين حزين ناذب، يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب، قلبه لا يغفل ولا ينام، ولكن للخدمة على الدوام مراقب، إن أوتي يعفو ولا يعاقب، وإن خاصم يصمت ولا يجاوب، أرفعه إلى أشرف المراتب، في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب، في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب، فإذا ارتقوا على الكونين وانفصل عن العالمين، ووصل إلى قاب قوسين، كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش، وقد نال جميع المآرب، فإذا شرفت التربة طيبة منه بأشرف قالب، سعت إليه الأرواح المحمين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الماسر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين مزلازمين، يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحضر قلوبكم يا معشر ذوي الألباب، حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب، فلما آن أوان ظهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل، يا جبريل ناد في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون
والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام على Terima kasih.
وولد صلى الله عليه وسلم مخطونا بيد العناية محقولا بحقن الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في أقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميت الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على البرادع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه يقول الحق لو كان مرا ولا يثمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجهه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الضر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من ضيمه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن الطيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق من اليتيم والأرملة قال بعد واصي فيما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولد الهادي شكور دمينا من سما فوق البدور هدينا مولد الهادي شكور دمينا من سما فوق البدور هدينا أحمد طال
وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمنا. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدرتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها.
اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محدودين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا رسولا كريما لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.